لكن سؤالي إليك بنهاية، نحن موجودين بمجتمعات عربية تحكمنا في بعض الأحيان تقاليد وعادات، يمكن أنت بتتعرضي لنوع من الضغط من مجتمعك، من الناس المحيطين فيك، إنه ليش أنت ما تزوجتي لهلأ؟ كيف بتواجهي هذا النوع من الضغوط؟ صح، كثير بتعرض للضغط، خاصة وقتها بتحضروا عرس بتجيكم كلمة كثير عقبالكم، يعني هذه لحالها بتحط عليكم ضغط كثير كبير. بتتعاطوا بالضغط وقتها بتتصالحوا مع فكرة إنه أنا ماني مضطرة ألحق الترند، أو إنه كل الناس عم تتجوز لازم أنا أتجوز، لا، لأنه عم شوف إنه في كثير ناس بحياتها الزوجية مش مبسوطة، في ناس استعجلت بقرار الزواج والارتباط بحياة الشخص خوفا من فكرة الضغوط الاجتماعية والتقاليد. فبمقارنة مع كل اللي حواليه اللي عم بيصير، لا، هذا شيء حصنني. وقتها بتقوى الحرية عندكم كفكر وكشخصية وكمادة، لا شعوريا بتتحصنوا ضد كل هول التعليقات. يعني أكيد أول فترة كنت أتضايق، كنت أحس أنه أنا يمكن في شيء فيني شيء غلط، يمكن أنا مش مزبوطة، لا، مع الوقت حسيت أنه لا، وقتها قويت حالي، حسيت أنه أنا كشخص قوي، كفرد قوي، عم بنبسط بحياتي، عندي أصدقاء محوطيني.